وصلنا لأولى محطاتنا نرمين، واليوم رح نحكي عن الطفل. رح نبقى بنفس عالم الطفل، ولكن هالمرة رح نحكي عن مشاكل ممكن يتعرض لها الأطفال من الجلوس فترات طويلة طبعاً أمام شاشة التلفاز أو حتى على الأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة. مشاكل كتير بتخلق، يمكن أولا ضعف التركيز والتشتت في أطفال. صحيح. بيصير عندهم شوية عصبية، عناد، بيصير ما بيتحاكوا أحياناً وغيرها من المشاكل. صحيح سلمى، أيضاً من المشاكل أنه تأخر بالكتابة والقراءة. كتير دراسات اليوم عم تقول أنه الجلوس لساعات طويلة أمام التلفاز ممكن يكون له علاقة بالتوحد. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع ومزيدة من التفاصيل بيسعدنا أكيد نرحب بالاستديو بنور زيدان، وهي اختصاصية علاج نطق عند الأطفال. يسعد صباحك. صباح النور، اهلا فيكي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اليوم رح نبلش نحكي هيك شوي عن التوحد وعلاقته بمشاكل سلوكيه، اذا فينا نقول. هل فعلا ممكن الادمان على الاجهزه ان كان اجهزه التلفاز او حتى الموبايل ممكن تعمل توحد عند الاطفال، او هو له اسباب منفصله؟ هلا الحقيقه لا التلفزيون ولا اي سبب بيئي ثاني ممكن يؤدي لانه يخلي طفل يصير عنده توحد. هي لازم نتفق عليها، لانه كثير من الاهالي بخافوا من هذا الموضوع، بيغلطوا بهذا الشيء. تمام، انه اذا خلينا الطفل قدام شاشه التلفزيون يا ترى انه هذا السبب الرئيسي انه يخلي طفل يصير عنده توحد؟ اكيد لا، لانه التوحد هو اضطراب نمائي يولد مع الطفل وينمو معه. بس الدراسه اللي عملت ضجه بهذا المجال انه شاشه التلفزيون واجهزه الموبايل ممكن تخلي الطفل يصير عنده تاخر باللغه، فمنعوا، قالوا انه ممنوع التلفزيون ممنوع اجهزه الموبايل، فالناس اخذت هي الجمله ونسيت توصيات الدراسه. توصيات الدراسه مو انه بتقول مثلا ما نخلي الطفل مثلا يقعد قدام امام شاشه التلفزيون او نعطيه موبايل، لا ابدا مو هيك، ولكن من عمر الصفر لسنتين هي ممنوع منعا باتا انه طفل يمسك موبايل او نخليه فتره طويله قدام شاشه التلفزيون، لانه مثل ما ذكرتي من صفر لعمر السنتين ممكن يصير في عنده نقص بالانتباه، لانه مثل ما بنشوف انه برامج الاطفال دائما هي عباره عن صور متحركه دائما قدام الطفل، يعني ما بتخلي الطفل دائما انه يركز على شيء معين، لهيك منعه من صفر لسنتين ممنوع من عند باتا. ولكن من عمر السنتين لثلاث سنوات عادي جدا انه طفل يحضر مو بانه تلفزيون او نحن بنسكه اجهزه موبايل، بالعكس لازم بهذا العمر، ولكن على تطبيقات معينه وموجهه من قبل الاهل. طيب خلينا اكثر نفوت بموضوع التوحد ونميز اليوم بين الطفل يلي او الام، كيف ممكن تميز بين الطفل الطبيعي والطفل اللي بيعاني من التوحد؟ تمام، هلا في عده سمات بتميز طيف التوحد عن الطفل العادي، بتتمحور حول ثلاث نقاط اساسيه لازم تكون موجوده عند طيف التوحد، اللي هي اول شيء بتصير عنده مشاكل بالتواصل الاجتماعي، مشاكل باللغه، بتؤدي لظهور سلوكيات نمطية عند الطفل بتتكرر بشكل واضح عند الطفل. رح نبلش أول شيء بهي السلوكيات النمطية شو هي. منلاقي طفل التوحد بيكون عنده رفرفة بالإيدين، بيصير بيعمل هيك بشكل متكرر وكل يوم كل يوم. بيكون عنده بيمشي على رؤوس الأصابع، بيصير عنده حركات بيحرك الإيد أمام العين، بيصير عنده مرحلة من العض الذاتي بيأذي حاله، نوبات من الضحك والبكاء المفاجئ او من دون سبب. هي كلياتها نحن ممكن تكون سلوكيات بتميز الطفل الطبيعي عن طيف التوحد. طيب اليوم يعني صار في عنا خيارات متعددة، وخصوصا من لما دخل هيك شوي خلينا نقول التعليم التفاعلي والأنشطة التفاعلية بعلاج إن كان تأخر النطق عند الأطفال أو حتى التوحد، كيف بتبلشوا خطة العلاج شوي شوي مع أطفال التوحد واللي عندهم أصلا تأخر بالنطق؟ تمام، هلا اول شيء نحن بنبلش بمرحله التشخيص. مثل ما حكينا اول شيء بنخلي الطفل مثلا نحن بغرفه معينه بغرفه لعب، بنخلي نحن الملاحظه الدقيقه للطفل، بنلاحظ الاعراض شو هي اللي عند الطفل لانه بتتميز من بتختلف من طفل لاخر. ايضا نحن بنوجه اسئله دقيقه للاهالي، بنحاول نحن نسالهم اسئله دقيقه انه شو كيف مثلا الطفل بيتعرض بالبيت، كيف بيتصرف، شو هي الملاحظات اللي انتم ملاحظينها على الطفل. ايضا تقييم الطبيب كثير مهم خصوصا الاطباء النفسيين بهذا المجال. بعدين نحن بننتقل لمرحله العلاج اللي ممكن هي تكون نحن علاج سلوكي من خلال تحليل سلوك التطبيق ABA،
اللي نحن من خلاله مثلا بنحسن انه نغير او نعدل او نطور اي سلوك نحن بدنا اياه عند الطفل، خصوصا اذا كان سلوك عدواني. كمان في عندنا نحن العلاج النطق، بنلجا لعلاج النطق مشان اذا في طفل مثلا عنده تاخر باللغه، بنلاحظ انه اطفال التوحد هو اما بيكون ناطق او بيكون غير ناطق، لهيك نحن بنواجه صعوبه بهذا الموضوع. ايضا علاج باللعب هو كثير وسيله مهمه انه نساعد الطفل طيف التوحد على التفاعل الاجتماعي وزياده المهارات عنده. طيب كونه عم نحكي احنا عن موضوع العلاج، في سؤال دائما بيتبادر للذهن، هل طفل التوحد ممكن يشفى تماما ولا لا؟ هي حاله دائمه بدها تكون نحن ممكن من خلال العلاج نقدر نسيطر عليها. هلا هذا بيرجع للتدخل المبكر عند الطفل، وأمة الأم لاحظت هذا الموضوع، لهيك نحن من دائما بنقول للأهالي انه التدخل المبكر هو اهم وسيله لانه نحن نتخطى شدة طيف التوحد عند الطفل، ولكن الأعراض تستمر مدى الحياة، يعني لا يشفى شفاء تام، لا تستمر مدى الحياة. طيب اليوم صرنا عم نشوف في كتير وسائل وأدوات جديدة حقيقة عم بتساعد الأهالي لحتى يقدروا يتعاملوا مع الأطفال، ويمكن عم بتساعدهم كمان إنه ينتبهوا. يعني اليوم صار في شوي إنه عم ينتبهوا إنه من لما عم نحكي مثلا انه حركه العيون وما الى ذلك، هدول مثل ما بيقولوا الاعراض الاوليه لحتى الواحد يعرف انه الطفل مصاب بالتوحد. هل في شيء جديد طرا اليوم بعد دخول التكنولوجيا؟ في اعراض جديده صرنا نقول لا هذا الطفل من جلوسه مثل ما قلتي على الاجهزه هذا الاعراض جديد لانه بيتعامل مع اجهزه الكمبيوتر مثلا او الايباد او غيره؟ لا كل الاعراض تتمحور، كل نحن لازم هي الملاحظه الدقيقه اهم شيء، لازم تشتت تماما. هلا من عمر 6 شهور بتبلش نحن الاعراض تظهر على الطفل، فهون المسؤوليه كامله بتقع على الام. فلازم تكون دائما موجهه انتباهها على الطفل. اذا مثلا الطفل ما عنده تواصل بصري بينه وبين امه هذا الشيء مؤشر، إذا مثلاً لما خلق الطفل ما في صرخة ولادي أو تأخر بصرخة الولادي كمان هذا مؤشر إنه طفل يكون عنده طيف توحد. إذا ما كان عنده تواصل اجتماعي نحن بنلاحظ إنه طفل طيف التوحد دائماً منعزل، دائماً بيحب يلعب لحاله، دائماً مثلاً بينه وبين أمه ما في عناء، مثلاً ما بيتجنب هذا الموضوع. بنلاحظ إنه مثلاً طفل بيميل إنه يخلي أمه تحمله. طيف التوحد لا أبداً، يعني دائماً منعزل، دائماً ما بدي إياك تلقيني مثلاً بعدي عني. هذا الموضوع كلياته الام لازم نحن تلاحظه. في دائما امهات بيجوا مثلا على المركز بعمر الطفل 4-5 سنين، هذا الشيء كثير غلط لانه بيكون طفل التوحد واصل لشدته. فالمسؤوليه من عمر 6 شهور لعمر السنه 2، لازم الام اكيد تلاحظ كل اعراض طيف التوحد عند الطفل. نور من خلال حديثك كثير مهم اليوم متابعه الاهل، ونحن لنقدر نرصد هاي الحاله لازم نلاحظ هي الاعراض، ولكن خلينا نسالك شو بيكون عم يحس طفل التوحد؟ شو المشاعر اللي عم بيحس فيها؟ يمكن فهم شو عم بيحس او شو شايف او كيف عم يترجم تصرفاتنا بيساعدنا اكثر لنتعامل معه. تمام. هلا طفل طيف التوحد لما بيبكي دائما بيعمل نوبات بكاء شديده او غضب. نحن ما فينا نحس بهذا الشيء، ولا الام فيها تعرف انه انا ليش ابني عم يبكي بهذا الوقت، بس لكن بينه وبين حاله بالنهايه هو انسان طبيعي، هو انسان بالنهايه، يعني لازم الام انه تعرف او تحس بابنه. يعني اكيد لما يبكي هو ما راح يبكي انه من دون سبب، اكيد مثلا في شيء زعجه، ممكن يكون سبب عضوي، ممكن يكون الجو اللي هو فيه ما انه مرتاح فيه، فهي الحاله النفسيه لازم هي الام تلاحظها. لهيك لما الطفل مثلا بيحس بالغضب بيبكي في الجو اللي حواليه ما بيكون هو مرتاح فيه. طيب دور التعليم بهذا الموضوع، يعني في كثير ناس بتخبي اولادها للاسف لهلا ما بترضى اساسا تقبل بالمشكله، بتقول لا هو ما فيه شيء هو عادي وهلا رح يصير منيح. هذا الشيء قد ايه بياخر بالعلاج او فرصه انه الطفل ممكن يلحق اصدقائه بنفس العمر؟ هلا الاهل دائما بيكون عندهم حاله من الانكار وعدم التصديق انه انا ابني عنده طيف توحد. اول شيء بيكون في خجل من المجتمع، ثاني شيء بخافوا من هذا الموضوع، لهيك بيضلوا يخبوا او يداروا لحتى المشكله تتفاقم عند الطفل. هذا الشيء كثير غلط، ما لازم ابدا الاهالي يسكتوا عن هذا الموضوع. متى ما لاحظوا حتى ان شاء الله يكون عرض او عرضين عند الطفل لازم فورا يتوجهوا لطبيب او حدا مختص بهذا الموضوع.
في كتير برامج تعليمية بتساعد الطفل إنه هو يتخطى هذا الموضوع حتى إذا كان تدخل مبكر، لهيك نحن بننصح الأهالي إنه دائماً تدخلوا بهذا الموضوع حتى من عمر السن، من عمر السنتين نحن بنوجهكم مثلا على برامج تعليميه، على انه طرق سلوكي ممكن تتبعوها مع ابنكم، ممكن يتفادى على القليل بتاخر النطق او بتتفاقم انه من احنا بنقلل من السلوكيات العدوانيه عند الطفل. كثير جمعيات اليوم ومؤسسات عم تعنى بموضوع دمج الطفل بالمجتمع، خلينا نحكي عن اهميه هي الخطوه وخطورتها، ايمت بتكون تتحول لشيء خطير ممكن تنعكس يمكن سلبيا على حاله الطفل؟ هلا الدمج كثير مهم لطيف التوحد، ولكن اذا كان مشتغل على الطفل شغل كثير تمام. ما فيكي انت مثلا تجيبي طفل مانك مشتغل عليه لا سلوكيا لا نطق، مانك معدل شيء ابدا من سلوك، وبعدين تدمجيه مع طفل طبيعي تمام. هذا الشيء كثير بياثر. يعني احنا مثلا اذا اجى لعنا طفل توحد بالمركز بنشتغل على العلاج السلوكي عند الطفل لحتى نحس انه هو قادر يندمج مع اطفال طبيعيين، فنحن بندمجه. طبعا الدمج كثير مهم حتى بس يتواصل مع الاطفال الطبيعيين ويحس انه في حواليه مجموعه من الاطفال. طيب اليوم نحن عم نحكي دائما ونقول واجب الاهل واجب الاهل، هل في دورات ممكن يخضعوا لها؟ ممكن في كورسات هن كمان يتدربوا فيها مع الطفل لحتى تقدر الام تتمكن؟ لانه مو كل كمان الاهل بنفس درجه الوعي بالتعامل، مو كل الاهل ممكن يعرفوا انه مثلا تصرف صغير ممارسات معينه ممكن تؤدي لتفاقم الحاله بدل ما انه تؤدي لسرعه بالشفاء. صح معك حق. هلا اكيد في دورات تدريبيه بمراكز التربيه الخاصه، الدورات اللي لازم تتبع الام وبنصح فيها هي دورات العلاج السلوكي، لانه الطفل مثلا بضل بمركز ساعه ساعتين ولكن كل وقته هو مع امه. صحيح. لهيك الام لما مشان تعرف كيف تتصرف سلوكيا معه لازم تخضع لدوره بالعلاج السلوكي باي مركز تربيه خاصه، هذا الشيء كثير بيفيدك كيف تتعامل مع الطفل وكيف تتدارك المشاكل الخاطئه. نور خلينا نحكي هيك بالوقت المتبقي عن نصائح ممكن نحن نوجهها لكل الاهل بالتعامل مع طفل التوحد، او اي نقطه بتحبي تذكريها بهذا الموضوع ونحن ما ضوينا عليها. هلا اول شيء بالنسبه للنصائح هي التقبل، لازم الام تتقبل انه ابنها عنده مشكله طيف توحد، لانه اذا ما تقبلت هي لا فينا نحن نساعدها ولا الطفل في ساعد حاله. يعني تخلي ام انا متقبله طفله هذا الشيء هي اكبر مشكله. شو الحالات الرفض اللي مرت عليكم بالمركز؟ يعني مثلا بيجي عندي طفل ممكن نحن بنحط له ملاحظه دقيقه بنقول لها للام انه شو هي السمات التوحد عند الطفل، فورا لا انا ابني ما فيه توحد، انا ابني ما عنده طيف توحد، لا انا ابني مثلا عنده نقص بالانتباه، عنده تاخر باللغه بس ابدا ما عنده طيف توحد. طب شو هي اللي كان اللي عنده؟ يعني اذا ما عنده طيف توحد شو المشكله اللي كان اللي عنده؟ هون نحن بقى بدنا نقنع الاهالي بالسمات الواضحه على طفله. نحن ممكن ندخلها معنا على غرفه اللعب انه شوفي ابنك في عنده هاي السمه، هاي السمه طيف التوحد، بدنا نحن نبسط لها المشكله، بدنا نحن نعالج الحاله النفسيه اللي عندها لحتى نوصل نحن لمرحله التقبل لحتى هي تقدر تساعد ابنها. لانه مثل ما قلنا دائما اذا ضل رفض من ناحيه الاهل فنحن ما فينا ابدا نساعد الام ولا نساعد الطفل لانه ما رح تتجاوب معنا بالعلاج. لهيك انا بنصح انه مثل ما حكينا التقبل، متى ما تقبلت ابنها هون بقى ببلش هي تساعد الطفل اكثر ما نحن نساعده. لانه بالبيت بنكون نحن عاطينا كذا انشطه، هي تدربوا على اللعب، دائما الام لازم تكون موجوده مع طفله تحاكي، ما لازم ابدا تتركه مع انه لحاله ابدا، تفوتوا معه وين ما كان، ان شاء الله على المطبخ هي عم تشتغل لازم تضل تحاكي، لازم تدربوا على التواصل البصري. لا تعطي ابنك مثلا اي غرض بده اياه ان شاء الله بالاشاره، الطفل دائما طفل توحد بالاشاره، مثلا اذا بده يشرب بيأشر على كاسه المي، انت ابدا لا تستجابي لهذا الموضوع خصوصا اذا كان طفل ناطق ببعض الكلمات. لهيك انت لازم مثلا تعوديه انه هو يتواصل معك بصرين، حتى لو بكي حتى لو غضب، لا تعطي اي غرض بسهوله، لازم تدربيه على التفاعل الاجتماعي، مثل ما قلنا تجيبي طفل تقعديه معه. لازم اي سلوكيات نمطيه تشغليه عنا، مثل ما حكينا اذا كان في رفرفه بالايدين، اذا كان في دوران الطفل حول نفسه، اذا كان بيمشي على رؤوس الاصابع، هي كلها انت متى ما شفتي ابنك عم يعملها تدارك الموضوع وشغليه بشيء ثاني. دائما نحن هيك بنقول هاي النصائح كثير مهمه، بس المهم انه نشتغل التنفيذ هاي المهم انه نشتغل فيها وننفذها. قبل ما نختم بدي اخذ هيك منك كلمه لكمان الاهل اللي عندهم اخوه ثانيين، يعني عندهم ابناء ثانيين مو بس طفل واحد، وهون بيصير بيهملوا او بيصير في تمييز عن كمان هاي النقطه جدا مهمه.
هلا بالنسبه للاهالي اللي بيكون عندهم طفل طيف توحد طفل طبيعي بيصير مثل ما حكينا في تمييز انه بيلجأوا للطفل الطبيعي اكثر. هذا الشيء كثير غلط. اذا انت بدك تساعدي ابنك لازم تعطي كل اهتمامك لطفل طيف التوحد حتى لو ضليتي 24 ساعه معه واهملتي الطفل الطبيعي هو ابدا ما راح تهمليه، بالعكس ادمجيه مع اخوه علميه كيف يلعب معه، علميه كيف يحكي معه. بالعكس الام الذكيه هي اللي بتعرف كيف تدمج طفلها الطبيعي مع طفل طيف التوحد. ولكن اذا كان في تمييز ابدا انت ما رح تساعدي ابنك، بالعكس رح تشوفي بعد سنه او كم شهر انه ابنك خلاص غرق بطيف التوحد. يعني بالختام بدنا نتشكرك كثير لوجودك معنا نور زيدان، اختصاصيه علاج نطق عند الاطفال. شكرا كثير لكم المعلومات اللي قدمتي لنا اياها حبيبه قلبي. شكرا كثير لكم. شكرا لك لوجودك معنا. تسلمي لي. شكرا.